محمد بن سلمان يهنئ كريستيانو رونالدو على اعتناقه للإسلام في مفاجأة هزت وسائل الإعلام وأشعلت مواقع التواصل. أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتناقه الإسلام وتلقى تهنئة خاصة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. جاء هذا القرار الجريء لرونالدو بعد سنوات قضاها في المملكة العربية السعودية، حيث تأثر بالثقافة المحلية وقيم المجتمع الإسلامي. وفقاً لما ذكرته بعض المصادر، محمد بن سلمان بادر بتقديم تهنئة حارة لرونالدو معبراً عن سعادته بانضمامه للدين الإسلامي. هذا الخبر الذي تداوله الكثيرون على أنه حقيقة فتح باب النقاش حول تأثير الثقافة السعودية على اللاعبين العالميين ومدى قوة التأثير الثقافي السعودي. انتقال رونالدو إلى الإسلام يعتبر خطوة غير مسبوقة، وقد يلهم ملايين من متابعيه حول العالم للنظر إلى الإسلام بنظرة جديدة.